عقد مجلس نقابة المهندسين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشاركة قائمة مهندسون في حب مصر في انتخابات النقابة المقررة في 4 مارس. تضمن أو المؤتمر الإعلان عن الإنجازات التي حققتها النقابة خلال السنوات الأربع الماضية، كذلك البرنامج الانتخابي. تستكمل قائمة مهندسون في حب مصر ما بدأته خلال الأربع سنوات الماضية، وتتقدم للمرة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين المقررة في 4 مارس المقبل. بتكلم دايما مع المهندسين مصر، يعني بتكلم مع عقول مفكرة، بتكلم مع مصممين، مع منفذين، مع ناس بتعمر، وبالتالي مهندسين مصر لها الحق في انتخاب من تراه صالحا لإدارة شؤون النقابة، وليس تربطات انتخابية ولا تربطات أخرى، لكن أنا واثق في فكر واختيارات مهندسي مصر أنهم يختاروا الأصلح لإدارة شؤون النقابة. والحمد لله إحنا قدمنا في خلال هذا اللقاء ما تم من إنجازات خلال المجلس الحالي لنقابة المهندسين فيما يخص التعاون مع الدولة في القوانين، فيما يخص الخدمات النقابية اللي قدمت للمهندسين، فيما يخص زيادة المعاشات، فيما يخص زيادة الرعاية الطبية، فيما يخص مشروعات الإسكان، فيما يخص التدريب، وفيما يخص مزاولة المهن. إن شاء الله البرنامج الانتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر اللي بيستكمل النجاحات اللي على الأرض لنفس القائمة من 2018 ل 2022 هو استكمال لكل إنجازات القائمة. زي ما بنقول احنا ما بنتكلمش، إنجازاتنا على الأرض لصالح المهندس وأسرة المهندس. على سبيل المثال ناخد في مجال الشباب، احنا بدأنا باستكمال مشروعات إسكان الشباب اللي كانت متوقفة لسنوات، وإن شاء الله مخطط استكمال هذه المشروعات و فتح مشروعات جديدة بالتعاون مع وزارات الدولة في كل المحافظات. وتضم القائمة النقيب هاني ضاحي وأحد عشر عضواً مكملين عن 7 شعب، حيث تضم شعب كهرباء، ميكانيكا، مدني، وعمارة 8 أعضاء، بينما تضم شعب كيمياء، بترول، غزل، ونسيج 6 أعضاء. وتضم القائمة برنامجاً طموحاً للنهوض بالمهندسين المصريين شباباً وشيوخاً. احنا ركزنا طبعاً على رفع كفاءة المهندس، وبالتالي الحفاظ على مستوى المهنة وأسلوب مزاولتها وطبعاً كرامتها وهيبتها. اشتغلنا في عدة محاور. أول محور كان محور التدريب، رفع الكفاءة المهنية للمهندس. محور الرعاية الصحية، عملنا طفرة كبيرة جدا في موضوع الرعاية الصحية، ان احنا حولنا التعامل العادي في الرعاية الصحية لتحول رقمي، وكنا سباقين في هذا المجال بين كل النقابات. بالنسبة للرعاية الاجتماعية اهتمينا جدا بنوادي المهندسين وأسرهم، طورنا العديد من النوادي الموجودة على مستوى الجمهورية، وأيضا أنشأنا نوادي جديدة في عدة محافظات. هو المؤتمر النهارده كان الغرض منه ان احنا نجتمع مع عدد كبير من المهندسين على مستوى الجمهوريه، بحيث ان احنا نعرض انجازات مجلس نقابه المهندسين السابق. حضرتك عارفه المهندس هاني ضاحي فتره رئاسته يعني عدى عليها 4 سنين، وخلال فتره ولايه المهندس هاني احنا تعرضنا لفتره كبيره من التعثرات بسبب كوفيد 19 وعدم التجمعات، فده منعنا ان احنا نجتمع بعدد كبير من المهندسين. والحمد لله بعد ما انزاحت الغمة عن مصرنا الحبيبة، فاحنا لجأنا ان احنا نتواصل مع جموع المهندسين في جميع المحافظات عشان نعرض ليهم انجازاتنا اللي احنا عملناها خلال 4 سنين الماضية، ونعرض عليهم البرنامج الانتخابي لقائمة المهندس هاني ضاحي، قائمة مهندسون في حب مصر خلال 4 سنوات القادمة ان شاء الله. وتضم القائمة عناصر شبابية، حيث تنافس تنسيقية شباب الأحزاب ب5 مقاعد لأول مرة. بالفعل احنا مشاركين ب5 مرشحين على مقاعد الشعب العامة، مقعدين لشعبة ميكانيكا، ومقعدين لشعبة كهرباء، ومقعد لشعبة كيمياء ونووية. كالمتعارف عليه يعني التنسيقية بتضخ دايما كوادر في
يعني في الدولة وفي مجلس النواب وأيضا في المناصب التنفيذية. والمرة دي ولأول مرة التنسيقية قررت أن يكون لها برضو تجربة في النقابات المهنية. والله فعلا التنسيقية إن شاء الله لأول مرة تخش نقابات مهنية، وكان لنا تجارب سابقة في نواب محافظين وفي مجلس هيئة النواب والشيوخ. المرة دي نازلين إن شاء الله بخمس مقاعد، 2 ميكانيكا و2 كهرباء وشعبة كيمياء. التنسيقية زي ما كان دايما شعارنا سياسة مفهوم جديد، احنا ان شاء الله شعارنا الفترة ديت في النقابة نقابة مفهوم جديد ومهندسين مفهوم جديد. تركيزنا على الشباب، عندنا ملفات كتير جدا هنشتغل عليها، استكمالا طبعا احنا داخلين في قايمة مهندسين بتحب مصر في وجود سيادة الوزير النقيب هاني ضاحي. نتمنى، ودايما التنسيقية بتبقى اضافة لاي مكان، ان شاء الله هنبقى اضافة للنقابة. مركزين على ملفات الشباب، مركزين على ملفات كتير جدا ان شاء الله، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، حديثين التخرج. وتضم نقابة المهندسين 830 ألف مهندس عضوا بالنقابة ينتظرون وضع أصواتهم لمن يقدم لهم امتيازات في مختلف الجوانب، فضلا عن استكمال دعم مشروعات الدولة.